السلام عليكم، صباح ومساء، أحلى صباح وأحلى مساء. هنيئا لمن أطاع الرزاق وقام لصلاة الفجر، هنيئا له بالأجر. أي والله، قام من أجل طاعة الرزاق قبل أن يحين وقت الأرزاق، الدوام، الوظيفة، المدرسة، الجامعة، قام استجابة لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درى الرزقة بيد الرزاق فقام، إنق الرزقة صبر فبورك له فيه ورزق الرضا، إنكثر رزقة فحمد وشكر وزيد له في رزقه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، إن مرض صبر فكان خيرا له، وإن عوفي شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن فقد رزق التصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ليس هذا إلا للمحافظ على الصلاة. المحافظ لأعظم فريضة من فرائض الله عز وجل. شوف الصلاة، وإن كنت يعني بئيس في هذه الدنيا ترزقك الرضا. بعض الناس يقول والله في حال فلان ما يركعها، لكنه يا أخي مرتاح. شفت هذا اللي ما يركعها، لو يصيبها أدنى شيء من الدنيا تلقاه يتسخط، كان مفتوح لها الدنيا كلها، لكن لو يصيبها أي شيء تلقى ما يصبر، تلقاه يتسخط، كأنه فاقد إيش. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا تحس بأن الدنيا معناته إذا فتحت على فلان إنه بخير. الله يعطي الدنيا اللي يحب واللي ما يحب، أما الدين فما يعطيه إلا من يحب. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شفت كيف الدين؟ الحمد لله. كنت تصلي، ترى بعضهم يمكن توي يشوف المقاطع هذه بينقهر، عارف فاتها شيء. شفت اللي ينقهر وذيك صدره انه فاته، ثم يبدا يواعد نفسه ويعاهد انه خلاص بيحافظ ويبدا يحافظ، هذا بخير. لكن اللي وضعه عادي سمبتيك عندهم، هذا مشكله، هذا مصيبه. اسف اني طولت، لكن لازم نراجع حساباتنا مع الصلاه، لان اذا صلحت الصلاه صلح سائر العمل، صلح الدنيا قبل الاخره.